بسم الله، هنبدأ مع بعض شابتر 6 اللي هو الخاص بالاكشن سكريبت وكيفية عمل التصميم اللي هو معطوهولنا هنا. نشوف كده، بالشكل دوت في نفس الوقت في صوت بيصدر منه. طيب نشوف خطوات عمله. طبعا هنبدأ من الأول، هعمل نيو، هعمل اكشن سكريبت، وهنبدأ ملف من الأول. الملف دايما بيبقى فيه تايم لاين، هنا التايم لاين ده بيبقى هنا، دي اسمها فريم. فأنا عندي هنا فريم 1 المربع المستطيل ده، فهنا بيعد فريمات لحد فريم 5. الفريم ده عبارة عن ايه؟ لقطة من المشهد بتاع الموفي اللي هنعمله. السين كامل للمشهد كامل، فالمشهد هو كل المشهد ده سين، ممكن اعمل اكتر من سين. المشهد عبارة عن مجموعة فريمات، وكل فريم فيه كذا لير، يعني انا ممكن اعمل كذا لير، كل لير فيها مشاهد وتطلع لي في شكل واحد في الستيج لاين. اول حاجة هو بيقول لي ان احنا هنعمل عندي الصور ديت، الصورة دي هنبدأ نعملها. فالتقطيع الصور دي هناخد اول حاجة نعمل استيراد ليها ونحطها عندي. فانا بعمل فايل وبختار حاجة اسمها امبورت تو لايبرري، بعمل احفاظ في اللايبرري. عندي الصور اهي، الصور تبع الشكل نفسه اهي، هاخدها طبعا انا اقطعها من الفايل نفسه، من الفايل ده عملت تقطيع ليها من هنا، ادي الصور اوكي، خدتها عملت استيراد ليها داخل اللايبرري، فظهرت في اللايبرري هنا، يبقى هي كده بقت موجودة في اللايبرري. انا عندي هنا في الاول فرام هاجي انزل الصورة الاولى، اول فرام هاخد الصورة الاولى وانزلها هنا كده في الوسط، تمام؟ فهنا انا بنزلها، فده اسمها insert keyframe. insert keyframe، فلو انا جيت هنا عايز اعمل keyframe ممكن اقف هنا كده اعمل insert keyframe، فنزل لي دايرة سودة زي ما انتم شايفين كده، فباجي اخد الصورة التانية واحطها فوقيها كده، بقت هي keyframe. يبقى سواء انا نزلت الkeyframe وبعد كده حطيت الصورة، او ان انا عملت الصورة، انا بشاور هنا على التاني اهو، التاني اهو، ده التاني ده التالت اهو، insert keyframe، نزلت keyframe اهي وخدت الصورة التالتة حطيتها في الkeyframe التالت. يبقى انا عندي فريمات، فريم واحد، فريم اتنين، فريم تلاتة، الفريم الرابع اشاور عليه اهو كليك، واروح اعمل insert keyframe، تمام، واخد الصورة الرابعة احطها، وبحطهم تقريبا الاتنين كلهم في نفس المكان فوق بعض عشان الحركة تبان انها متتابعة. واخد في الفريم 5 هاخد هنا insert keyframe، وهبدأ انزل الصورة الخامسة مع على الصورة اللي عندي، فالصور فوق بعضها. وهنا انا عندي هنا keyframe، هنزل insert keyframe 6، keyframe مش blank، keyframe عليه، والستة هنزلها. يبقى انا كده نزلت الست صور، كل صورة نزلت في keyframe، يبقى انا عندي ستة keyframe. بعد كده البرنامج لحد دلوقتي شغال، فلو انا عملت من كنترول، عملت تيست موفي في الفلاش، او عملت كنترول انتر، لاحظ ان الحركة شغال. سرعة الحركة انا ممكن اتعامل معها لو دوست على الستيج هنا والخصائص بتاعتها، فممكن اجيب هنا واتعامل مع سرعة الحركة واقدر اظبطها، لكن خلينا في الشكل العام هنا الاول. خلاص بعد كده هو بيقول لي ازاي تقدر تضيف صوت، عايزين نضيف صوت. يبقى انا اول حاجة ضفت كي فريم، وبعد كده عايز ابدأ بقى اضيف الاصوات. فهنبدأ اول حاجة نضيف، نعمل لير، فهنعمل هنا من insert هعمل timeline، هعمل لير من insert timeline لير، او ان انا اقف هنا كليك يمين على اللير ده واعمل new layer. هنشوف هنا insert timeline layer، لاحظ ان في layer نزل هنا. بيقول لي بعد كده عند layer 4، عند frame، شايفين الفريم انا عندي هنا ده frame 1 frame 2 frame 3 frame 4، هو بيقول لي عند frame 4 اقف عنده واعمل key frame بس اعملها فاضية. فانا هعمل insert blank key frame، blank key frame، وهنا هينزل لي بلانك، هتبقى دايرة زي الدايرة كده، من دايرة بيضة ومن غير، مش دايرة سودة.
معناها ان انا مقطع المشهد هنا من النقطة دي للنقطة دي، والمشهد التاني من النقطة دي للنقطة دي. انا كده عندي جزئين، وبيقول لي خليك واقف عند الفرام 4، عند الفرام 4 اللي هو في اللاير 2 اللي هو الخاص بالساوند، وهنبدأ نضيف الصوت. طب ازاي نضيف الصوت؟ بيقول لي هنا في مكتبة اصوات موجودة في الويندو كومان لايبرري، عندي الساوند كومان لايبرري ساوند، يبقى في الويندو كومان لايبرري ساوند بدوس عليها، بتطلع لي دي كده المكتبة الخاصة بالساوند. المكتبة الخاصة بالساوند هو بيقول لي في ملف عايزينك تجيبه اسمه سبورت بول باسكت بول، فهنروح هنا ناخد نكتب الكلمة دي او ندور عليها نلاقيها هنا، هنلاقي اسم الملف اللي هو طالبه كاتش هاند، اهي هو ده الصوت اللي هو عايزه، فبدوس عليه دبل كليك. طبعا انا ممكن اخده بعد كده اسحبه واحطه داخل الايه، داخل الستيج، اسحبه على الستيج بس اتاكد ان انا واقف عند الفرام اللي هنا دي. تمام، اهو سحبته ونزلته على الفرام على الستيج، قفلت كده. هلاحظ ان هو نزل على طول في المكتبه عندي، نزل فين؟ في المكتبه اللي هنا. وطالما هو موجود في المكتبه خلاص هو نزل عندي، انا ممكن اسحبه وانا واقف هنا بقى، خلاص اسحبه انزله في الستيج. اوكي، هنلاحظ هو موجود هنا، شايفينه؟ هو بيبقى ظاهر كده بخط اصفر، خط ازرق، معناه ان هو الكي فريم عندي موجود هنا ظاهر. طيب بعد كده ادينا كبرنا الفريمز، لو عايزين نكبر الفريم بنيجي هنا في جزئيه هنا في البرنامج اهي، الجزئيه ديت بخش واخليه لارج، هو بيكبر لي التايم لاين نفسه. فانا هنا كبرنا التايم لاين، لاحظنا ان عندنا اهو ادي هنا، لاحظ ان علامه الايه الصوت اهي ظاهره عندي. خلاص كده هحفظ البرنامج، اقول فايل سيف، ها يبقى حفظت البرنامج، اعمله جامبر او اوكي، ده ملف الاف ال اي، كده حفظت البرنامج خلاص. ونبدا نعمل له تيست، ها هنلاحظ ان الصوت ابتدى يشتغل معايا. وبعد كده انا ممكن اقول فايل اكسبورت، اكسبورت يعني خلاص بنهي الملف وبقفله، وهقول ها اكسبورت موفي، يبقى انا كده بصدره كموفي عشان انشره، ها وكده الملف بيطلع عندي اهو جامبر بالشكل ده. تمام كده الملف خلاص، ملف جاهز انه يشتغل، هلاقيه عندي هنا جامبر اهو. هنا لنشر الملف دوت، فبنقول من فايل بنختار ببلش سيتنجز، اعدادات النشر. هنا انا بنشئ ملف اسمه HTML، ملف ويب يكون خاص بيه، وهنا هيتحط في داخله هذا الملف نفسه اللي احنا شغالين عليه. تمام، ببدأ بعد كده بدوس ببلش، ها ايه اللي بيحصل؟ هيتم تنفيذ هذا الملف وانشاء. هنلاحظ هنا ادي الملف ال HTML اللي تم انشاؤه الخاص في البرنامج، فهيبقى متضمن الفلاش اللي عندي. لو ما اشتغلش وعايز يعمل سماح بس البراوزر للملف ده، بندوس عليه كليك اهو اشتغل في ملف براوزر عادي.